فيعني اللي يمليه عليا ضميري والله العظيم انا اساسا مش المفروض مذيع يطلع يحلف على الهوا اساسا، ده غلط وانا برتكب كل الاخطاء. انما اللي عايز اقوله لحضراتكم ان انا بيبقى في لحظات معينه كده او في موضوعات معينه كده ولا بتفرق معايا ايه بقى رد الفعل عليها او ايه اللي هيتقال عليها الكلام، ايه اللي هيتقال على الكلام اللي بقوله او رد الفعل على الكلام اللي بقوله او ايه نتيجه الكلام اللي بقوله او مين هيستحسن او مين هيبقى مش مبسوط او انا ده رد. انا كل قصتي فيها بس ان انا بحاول ابرئ ذمتي وارضي ضميري واقول اللي ما يرجعش بعد كده يتعب لي ضميري واللي يمكن الواحد يتحاسب عليه حساب يعني عسير يوم القيامة. بس كلمة أخيرة، كلمة أخيرة في نفس اليوم ده من 6 سنين في ناس مصريين محترمين طيبين بالملايين نزلوا كانوا عايزين عيش يعني المام والحرية يعني محدش يبقى مقهور في بلده والعدالة الإنسانية إن الناس كلها تبقى سواسية وخيرات مصر تتوزع على أبناء مصر كلهم ما تكونش في إيد يعني مجموعة من الأفراد مستولين على مقدرات مصر كلها وأحلام وأمال مصر كلها. في يوم زي ده من 6 سنين كانت في ناس عندهم آمال وأحلام عظيمة نفسهم إنها تتحقق. اتحقق كام في المية منها؟ نقعد ونتكلم ونتناقش. فاضل قد إيه؟ نقعد ونتكلم ونتناقش. نفسهم في إيه؟ أكيد نفسهم إن كل الأحلام دي تتحقق. يا رب كل الأحلام دي تتحقق. يا رب كل الأحلام دي تتحقق. يا رب نوفر كل الوقت اللي بنقضيه في الخناقات، اللي بنقضيه في المكايدة، اللي بنقضيه في محاولة انتصار كل طرف على الآخر، اللي بنقضيه في محاولة تشويه الآخر، اللي بنقضيه في محاولة الحصول على أكبر قدر من المكاسب من الآخر. الآخر ده خلينا دايما فاكرين إنه أخويا في البلد دي وفي الوطن ده. مش هستفيد حاجة لما انتصر عليه بهذا الشكل، مش هستفيد حاجة لما أكسره، مش هستفيد حاجة لما أشوه له لحظة هو بيعتبرها اللحظة الأعظم في حياته، مش هستفيد حاجة لما أكبت جيل كامل شعر ولو للحظة أنه قادر على التغيير. لو أستفيد من الوقت ده بدل ما أعمل الحاجات دي كلها، محاولات التشويه والتخوين والانتصار وحصول على مكاسب و أستفيد من كل هذه اللحظات ومن كل هذا الوقت في إن أنا البلد دي بدل ما هي واقفة عند المرحلة دي لا تتقدم وتاخد خطوة زيادة، طب خطوتين زيادة، طب 3 خطوات زيادة. أدعو الناس للعمل أهلا وسهلا، أتكلم إن إحنا المفروض نبقى أقوى اقتصاديا ونحاول نبقى أقوى اقتصاديا أهلا وسهلا، أتكلم في إن إحنا المفروض نبقى أكثر ترابطا أهلا وسهلا، أتكلم إن الناس المفروض تعيش عيشة كريمة أفضل أهلا وسهلا، أتكلم إن الناس المفروض تتمتع بحريات أفضل أهلا وسهلا، أتكلم إن المفروض الديمقراطية تطبق وبشكل أكثر فاعلية أهلا وسهلا، أتكلم إن الشعب ده لازم يفوق ويصحى ويعرف إن اللي جاي لو مجهوده فيه ما كانش متضاعف الوضع هيبقى سيء جدا أهلا وسهلا. في حاجات كتير قوي الناس تتكلم فيها وفي حاجات كتير قوي الناس تتضامن فيها وتتجمع عليها. ربنا سبحانه وتعالى ادانا من الامور اللي نتفق عليها الكثير الكثير داخل هذا الوطن، وسبحان الله نترك كل هذه الامور ونبحث عن مواطن الاختلاف ونتشعبط فيها ونمسك فيها بايدينا واسناننا عشان تفرقنا وتقسمنا وتفككنا من بعضنا. خير مني وشر من أنفسكم، وكان ربنا بيقول لنا يعني الخير أنا بديهولكم بس أنتوا مصممين تتفرقوا وتتخانقوا وتنزلوا إلى توافه الأمور وتشوهوا بعض وتخونوا بعض وتشتموا بعض في أي حاجة، في فن، في الرياضة، في السياسة، حتى في ذكرى يوم زي ده. كل سنة والشعب المصري
كله بخير بمناسبة ثورة 25 يناير اللي ملايين المصريين نزلوا فيها عشان كان عندهم أمل في التغيير ورغبة في إن البلد دي حالها يبقى أحسن. كل سنة وكل الشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى 25 يناير، أيضا عيد الشرطة المصرية اللي قدموا الكثير من التضحيات خلال الأعوام السابقة وعبر كل العهود السابقة وكانوا خير حامي لهذا الوطن من احتلال أو بلطجية أو إرهابيين أو غيرهم. فكروا إن احنا نخلق دايما بيننا وبين بعضنا همزات وصل، تجمع ما تفرقش، تقوي ما تضعفش، تعلي ما تنزلش. لو ما عملناش كده يبقى نستحق اللي هنواجهه في الأيام اللي جاية. أشوفكم على خير.